عطار الجاود كان شاعر وروائي باللغة الفرنسية، وهو أول صحفي اللي تقتل في العشرية السوداء. انزاد طاهر جاود عام 1954 في دشرة أرخو قدام أسفون، من بعد رحلت عائلته للقصبة في ألجي وين دخل يقرأ. خرج من الجامعة بشهادة رياضيات وواحدة أخرى تاع الإعلام، وبدأ يخدم في جريدة المجاهد كناقد أدبي. في الثمانينات بدل الجريدة ولا يكتب ألجيري أكتواليتي الجزائر أخبار، وين كان مسؤول على القسم الثقافي اللي كان يبان له مهم تعويض الذاكرة الجزائرية. إما لكتب بزاف على الفنانين والروائيين المنسيين من طرف المؤسسات الرسمية. بعد الاضطرابات الكبيرة تاع أكتوبر 88، طاهر جاود تخصص في الكتابة السياسية والاجتماعية رغم الخطر. وفي 1993 أسس جريدة جديدة اسمها غيبتور القطيعة. بالصح يوم 26 ماي 1993 تم اغتياله قدام دارو. كان خرج الصباح يخدم، نوض طنوبيلتو كي تيراو عليه بزوج رصاصات. الموت تاعو دار زلزال كبير في الجزائر وفي الخارج، وخلى تلت دراري وأرملة حاملة. طاهر جاود كتب 5 روايات وعديد من النصوص قديمة قبل ما يموت. هذاك اللي غماتو المدينة كان يحلم بكري، كان يحلم بمدينة وين تعجبو المعيشة ويشوف فيها ولادو يكبروا، فيها الأشجار والخضورية اللي يمدوا الظل، البرود، الفاكهة، الموسيقى، النوار والتخبيات للعاشقين. في هاد المدينة الناس يخترعوا الجمال والرومانسية وإيقاعات ومباني وآلات جديدة. بالصح الحياة كملت تمر ببشاعة وبلا أمل، وحتى الحلم ولا ممنوع، وجو رجال يقصدوا أنهم يعرفوا بأسم الدين كيفاش لازم يكون شكل العالم، صورة أحلامهم وهبالهم، ونسى ما بقاو غير دل الكحل بلا اسم ولا وجه، يمشيو مع الحيوط الراس حابط وقريب يحشمو حتى كيزادوا فوق هاد الأرض. وفي حكاية الزمان تروح ناس غالية على القلب وتخلي موراها الرصيد من الأعمال اللي تقعد خالدة، الله يرحمهم في ذكر الرقدة. هذا برنامج قدم لكم برعاية برونز.